دي، الحته دي قتلت بحثا ومحسومه خلاص. لا انا يعني اذا كان في على اللي جاي، اذا كان في نادي استفاد من تاجيل ماتشاته في مصر كلها فقطعا وقولا واحدا هو نادي الزمالك. تماما، دي ما فيهاش، مش محتاجه ان نقول براهين عليها يا مش احمد، بس مش عايز بس ارد أنا عشان انا ما اقصدش هنا في قصه ان بيدوا مبررات وبيدوا مش ده، هم بيدوروا على اي شكل يبقى الدنيا ماشيه عليه بعد كده. ليه؟ لانهم مش عارفين القرار ده جاي قرار رابطه وشغالين مع الرابطه، واتحاد الكوره عايز يبقى له وضع ويبقى له مسؤوليه ايه، وهو خلاص لا بياخد اعلانات ولا بيشرف على حاجه ولا الدنيا. نخش على القصه اللي كل واحد بيستند ان الاطراف الثلاثه انت مش عارف تعمل الهارموني بينهم او الكومبينيشن بينهم ان هم يقودوا المنظومه في نفس الوقت، فالدنيا ماشيه طيب بتسمح لاي حد ان يحصل فيه ريمارك او بيحصل فيه تعقيب او بيحصل فيه حاجات، وحاجات فجه بصراحه بتحصل في الكره هنا في مصر من الحكام كمان، انا مش هقولك كلهم، انما نسبه منهم ونسبه بتتحدى، ومع ذلك ليهم وضع وليهم استمراريه وليهم حاجات. النظم والحاجات اللي هي بتتحسسها الرابطه بتحاول تعمل نظام وبتحاول تعمل كل حاجه بصراحه، وعايزين ياخدوا المسؤوليه الكامله وفي البعد ياخدوا كل حاجه ان هم يشتغلوا لصالح الكره المصريه. كل ده في اشياء محسوسه وفي دنيا متشاف. انا ليه انا في مصر ابان للعالم كله بهذا الشكل؟ انا عايز افهم ليه ما تحددتش لغايه النهارده الانتخابات اللي جايه بتاعه اتحاد الكوره؟ ده في حاجات انت بتيجي تقف عندها كده تلاقي الناس ولا فارق معاه اي حاجه، ولا فارق معاه اللي بيحصل دلوقتي، واللي عايز يشيل قربه يشيلها هو، ولا ده عايز ياخد قرار، ولا ده عايز يوضح الدنيا فيها ايه، ويجي في الاخر يقول لك ايه يستقيله عامر حسين سبب كل المشاكل دي، يروحوا مدخلين لك الدنيا في حته زي ما هم عايزين. مفيش تنظيم، اللي انا عايز احمد مفيش تنظيم، انا معاك في واحد بس، بس واحد بس عشان اوصل لحاجه لقبل. انا معاك احمد بس مفيش تنظيم واحد ها قبل ما تحصل اي حاجه، قبل ما تحصل اي مسابقه، قبل ما هنعرف كاس مصر ده هيتلعب ولا مش هيتلعب، قبل ما الدوري هيكمل ولا مش هيكمل، قبل هو في حاجه كده؟ وده اللي انا عايز اقوله لك. هي القصه مش قصه مشكله بتحدث، لانه الحقيقه احنا ما بقيناش بنتكلم في الكوره اكتر ما بنتكلم في المشكلات، اكتر ما بنتكلم في الازمات. ببص لشريط، بص يا كابتن شريف، انا بلعب في كاس عالم، بروح كاس عالم بطوله معروفه مواعيدها، معروفه اطرافها، تحدد ماتشاتها، تحدد اماكن اقامتها، تحدد شروطها، تحدد جوائزها، نفس القياس على الماتش الساعه 10 بالثانيه، نفس القياس السفاره تقدر تقول حتى الماتشات اللي بتتلعب تعتبر على مستوى محلي لكن بيتم تنظيمها في الخارج بيبقى معروف كل تفاصيلها، السعه الجماهيريه، التذاكر مطروح، الكلام ده كله. لكن انا بكلمك على المستوى المحلي هنا، انا عايش ما بعيش لما بنيجي نتكلم كوره في مصر دوري او